اهلا وسهلا في جزئيه اخيره من صباح الشروق المحلل ابرز الاخبار الرياضيه مع الصحفي والمحلل الرياضي محمد عوض. ازيك؟ حبيك يا حمزه وحسام والاستاف العامل وصباح الخير على الجميع. مالك نحسان كذا يا محمد من الصباح؟ والله يا اخي ما في الرياضه دي بيقولوا تفاعل كذا وهناك بالعكس نشاط يلا نشاط محمد ده شغل عندنا تمرين نص ساعه الصباح بيعمله بيجري بعد ذلك في نص ساعه ثاني بعد الجري بتكون احمال وكذا أيوة. يعني دي ساعه من التمارين تقريبا شكل الليله ما ولا زاد من الحصه زاد يا عملتها. اهلا وسهلا اهلا بك. نبدا من خساره منتخبنا الوطني في سيكافا، خساره من كينيا في سيكافا وبهدفين. والله انا بعتبر انها خساره واقعيه، خاصه انه المنتخب قدم مباراه يعني لا باس بها. اختيارات المحليه في الفتره الاخيره ديل ما لاعبين المنتخب الاول اللي بيشاركوا في بطوله الكان وشاركوا في تصفيات الشان، اعتبر انه يعني اللاعبين جدد دفع بهم الجهاز الفني، اغلبيتهم من انديه الدرجه الاولى، انديه الدرجه الممتازه ما بيشاركوا مع المنتخب، وصراحه دي تجربه يعني اعتبرها كويسه على الرغم من الخساره، لكن اعداد للاعبين شباب عشان يخشوا الكليه بتاعت المنتخب الاول في المباريات القادمه. لكن التجربه في مجملها انا بعتقد بانه يعني المنتخب يعني على الرغم من انه تقدم بالهدف الاول من طريق المهاجم محمد عباس مهاجم نادي هلال الابيض، بعد ذاك حصل تراخي في الشوط الثاني، المنتخب الكيني دفع بعدد من اللاعبين اللي بيلعبوا في انديه كبيره جدا في 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 كينيا في الشوط الثاني وقدروا يعدلوا النتيجه يعني باخطاء انا بعتبرها يعني كانت ساذجه جدا من قبل المدافع لقله الخبره للاعبي المنتخب. المنتخب حيواجه المنتخب التنزاني يوم السبت القادم وهي يعني مباراة على الطريقة واحد هو الانتصار حتى يتأهل للمرحلة المقبلة من بطولة سيكافا. طيب محمد، نمشي ملف الهلال خاصة بعد يعني قالت صلاح آدم مدرب الهلال السابق والآن أتيا من مدرب مصر الجديد هو تقريبا حمادة صدقي، مع تأهب الهلال اليوم لمواجهة الشرطة القذارف، خاصة أن المواجهة دي صعبة والهلال الفارق بينه وما بين المريخ في الصدارة قد تكون نقاط يعني. والله طبعا الخبر الأهم هو مدرب. المدرب حمادة صدقي، الفترة اللي فاتت فيك تكهنات كثيرة جدا بأنه مش جاي ومش ما جاي وفي طفا وفي ناس بيقول لك يا اخي مش حيجي مع ناس الهلال في طياره واحده بعد مباراته مع الاهلي المصري، فكلها يعني دي كلها يعني حاجات غير صحيحه. الهلال الليله فاجأ جماهيره بتعاقد مع مدرب مصري ضعيف السيره، مدرب لم يدرب عدد او انديه كبيره في الدوري المصري، درب المنتخب المحليين المصري وما حقق معه نتائج جيده. انا بعتبر انه يعني القرار غير موفق في اختيار مدرب مثل حماده صدقي، مع احترامنا الكبير له، لكن صراحه الهلال يعني مفترض يعني كان يعني انتدب مدرب على مستوى عالي، يعني خاصة انه يعني رئيس النادي اكد بانه يعني حيجيبوا مدرب على 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 قدرات يعني بسمعة الهلال الافريقية والعربية، لكن حمادة صدقي ما حيضيف حاجة للهلال. حمادة صدقي يعني حتى في تدريبه لأندية صغيرة في مصر لم يحقق نتائج جيدة، بالعكس يعني كان هو أكثر المدربين يعني إقالة في هذه الأندية، وأعتبر بأنه يعني ما عارف هل المدرب هو رخيص
مرتب. أنا كنت حاسأل عن سبب اختيار عماد الصديق. طبعاً يعني. والسبب مرتب يعني قليل. هل المدرسة العربية قليل. المدرب مصري المدرسة المصرية أم ماذا يعني؟ والله صراحة المدرسة المصرية هي يعني على مستوى كرة القدم متميزة، لكن حتى الأندية المصرية الكبيرة بيشارك في بطولة الأبطال والكونفدرالية مدربين أجانب. بتلقى في الأهلي مدرب سويسري، بتلقى في الزمالك كارتيرون الفرنسي قبله وميشو، بتلقى في وادي دجلة مدرب صربي، دي كلها يعني. وأسماء دائما ما تكون معروفة. وأسماء معروفة يعني على 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 مستوى كرة القدم الأفريقية، ناس بيعرفوا اللي اشتغلوا في الغارة الأفريقية المدربين الكبار يعني، سواء كان من جنسيات من شرق أوروبا أو من غرب أوروبا، ناس معروفين وناس بيعرفوا القارة الأفريقية ويتمرسوا يعني فيها بشكل كبير. لكن صراحة اختيار الهلال غير موفق في حمادة صدقي. عدد من الجماهير صراحة يعني في 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 في, في الوسائط الإسفيرية الآن يعني في صخب كبير جدا، لأنه يعني ده المدرب الملائم للهلال، خاصة إنه يعني حيواجه النجم الساحلي في المرحلة الثالثة والمرحلة المفصلية لبطولة أبطال أفريقيا. وأعتقد بأنه المشكلة لسه بتاعت انتداب المدربين والمحترفين في الأندية القمة يعني أفتكرها يعني صفر كبير جدا. إدارة هذا الملف تحت إدارة هذا الملف صراحة. في 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 مدربين يعني في الهلال يعني انتموا للهلال مدربين أحسن من المدرب أو شهاداتهم أفضل من المدرب حماد الصدق يعني، ما كان يستعينوا بهم يعني في الفترة القادمة، أو كان يتولى المهمة يعني الكابتن هيثم مصطفى في مباريات الأربعة المتوقعه لبطوله ابطال افريقيا او مباريات الدوري الممتاز. لكن صراحه الهلال ما عارف، لكن في حاجه كده غايبه عن ما ظهر للعيان في 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 اختيار المدربين بالذات. يعني المدرب ده الله لا قدر الهلال خسر في تونس ربما يقال، والمدرب يعني انا بفتكر انه يعني الهلال بيضيف له سيرة ذاتية. ما هو بيضيف للهلال. يعني محمد مشكلتنا ذاته انه في اتيام المدرب جديد كل مرة دي برضو بتأثر على نفسية اللاعبين. مشكلة انه المدرب كل ما يخسر مباراة احنا طوال نقيله بدل ما هو يتعود على تفاصيل اللعب مع الهلال. اساسا انت بتتعاقد مع مدربين يعني ما عندهم خبرة، مدربين او في 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 بلدانهم بيكونوا عطالة وبيجوا بمرتبات ضعيفة جدا. يعني نبيل الكوكي مدرب طوارئ يعني جاب للهلال بمرتب 5000 دولار، وكان المبلغ ده بيدوا له كله 3 او 4 شهور ذهب. بعد ذاك جاء المدرب الحالي يعني حماد صدقي، يعني حتى لا 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 ما درب في انديه كبيره على المستوى الدوري المصري. ده واضح يا محمد، لكن كده نمشي للمباراه اللي اشرت لها من خلال الكلام، ربطها ما بين الاثنين، ما بين عود اتيام مدرب جديد والهلال حينازل الشرطه القضارف، خاصه انه الشرطه هو عنده حقق نجاحات كويسه في الدوري الممتاز. فعموما قراءاتك في ملف الفريقين، خاصه الشرطه هي بتحاول انه تكون باقيه وتصل لمراحل كويسه في الدوري الممتاز، والهلال بحاول انه يحصل الصداره يعني عشان يقدر ينافس مع المريخ. نعم، المباراه الليله يعني في الثالثه ونصف عصرا بمدينه الغضارف، ومعروف انه يعني الشرطه في الموسم الحالي يعني متازم بشكل كبير جدا. ما في استقرار على المستوى التدريبي، في مشاكل كبيره جدا ماليه للاعبين دائما يعني بغض النظر عن الاشياء دي، لكن دائما لاعبي انديه الولايات بيلعبوا امام انديه القمه بشكل قوي جدا في ملاعبهم. والمباراه دي يعني صراحه يعني مباراه صعبه للفريقين. الهلال عايد من خساره من مصر، فاقد جمال سالم في حراسة المرمى، حيفقد برضو أبو عاقل بتواجد في القاهرة حاليا للتلقي العلاج للحق به لمباراة النجم الساحلي القادمة. عموما الفريقين يطمحان
لكسب الثلاث نقاط في بطولة الدوري، واللحاق بالمتصدر، والشرطة يعني دايرة يعني تحقق انتصار حتى يعني تكون من أندية الوسط، لأنه مستواهم صراحة السنة دي ما مستوى الشرطة القضارف اللي كان في المواسم الماضية بشكل واضح يعني. ونتمنى انه يعني تكون مباراه جميله بين من الفريقين. نعم، وكما ذكر مراسلنا محمد الفاتح ان الشرطه يخسر على ملعبه منذ صعوده للممتاز، هذه هي سابقه اولى يعني لم يتعود انه يخسر على ملعبه بهذا الشكل كما يحدث في هذا الموسم. نشوف لجنه الانضباط وقرار الاخير المتعلق باحداث القمه الاخيره، تقريبا الهلال 100 مليون حرمانه من الجماهير لثلاث مباريات بسبب الاحداث الاخيره. والله يا اخ صراحه لجنه الانضباط يعني قراراتها كانت يعني قويه جدا، وحرمان الهلال لثلاث مباريات بعتبر انه يعني لا 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 هو يعني شكل من التاديب للنادي وللجماهير، لانه الاحداث صاحبت مباراه القمه الاخيره يعني في كسر السياج وفي حاجات كده يعني صراحة يعني دخيلة على الكرة السودانية بكل صراحة. تقريبا الهلال 100 مليون، وبرضه يعني في فقرة بأنه حيحصروا الخسائر بتاعة تسا خرطوم، وبعدين حيقيموا الخسارة فوق للمية فوق للمية. فأعتقد بأنه يعني اللجنة يعني أنا بعتبرها يعني قرارات قوية جدا، وده تحذير يعني لكل الأندية في ولاية الخرطوم وفي الولايات يعني، حتى يعني التزم الجمهور بالحس الرياضي، ما دايرين انفلات خطير جدا يعني، عشان ما يعني مباراة القمة الأخيرة لولا لطف الله يعني صراحة يعني كان حتكون بورسعيد جديدة يعني. التدافع نعم. الجماهيري الكبير جدا على الابواب، في ناس يعني صراحه اصيبت اصابات يعني بالغه، لكن الحمد لله ما في خسائر كبيره، لكن نحمد الله ونتمنى يعني ده يكون درس. نتمنى انه ما تتكرر احداث نعم نعم في المستقبل نعم صحيح. حتى على 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 المستوى الافريقي، اخطر حاجه على المستوى الافريقي. طيب محمد، الخبر قبل الاخير يعني يخص الغربان انه تمسك بالاحتراف الخارجي ورفض يعني التجديد بمبلغ 50,000 دولار في الموسم. والله طبعا القصه بتاعت الغربان دي حدوته غريبه جدا يعني. اللاعب رابطه قطر يعني اتفقت مع مجلس المريخ، ومشكورة رابطة قطر يعني تكفلت بعلاج هذا اللاعب في قطر لمدة تتجاوز الـ6 أشهر. انت قاعد 6 شهور في قطر وبعالج فيك، والرابطه تكفلت ب 20,000 دولار، والمجلس تكفل ب 30,000 دولار في الموسم الواحد. يعني ليه لو ضربناه ب 8 مليار 8 مليار. هل في لاعب سوداني بيستحق 8 مليار؟ كنت حاضر السؤال ده يعني ما بيستحق في ظل الاحتراف اللي بنشوفه صراحه. لا يستحق اللاعبين السودانيين لا يستحق اللي بنشوفهم، لا يستحق اي لاعب مبلغ 10,000 دولار لاعب سوداني صح. ولاعب انت موسم كامل ما لعبت للمريخ، بعدين تقول يا اخي انا جاني عرض افضل ب 200,000 دولار، لو جاك عرض افضل امشي طوالي. وانا اكد لك بانه ما في نادي خارجي حيسجل محمد عبد الرحمن، لانه لاعب جاي من اصابه بتاعت رباط صليبي، ومعروفه يعني الاصابه بتاعت الرباط الصليبي هي اصابه خطيره جدا يعني. فلا يمكن يعني للاعب انت جاي من اصابه وعرضوا عليك مبلغ، انا بفتكر زادوا 50,000 دولار كثير على اللاعب، عرضوا لك مبلغ 50,000 دولار ويسلموها لك كاش وبعد تقول ما داير. فصراحه يعني لا 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 لا, لا ما عارف القصه بتاعت محمد عبد الرحمن قصه غريبه جدا. نعم. محمد عبد الرحمن ذاته حتى اذا المريخ ما سجله الهلال ما حيسجله. ما حيسجلوا. طيب. ما في نادي خارجي حيسجل محمد عبد الرحمن. طيب. لانه مارق من اصابه. نعم، سريعا برشلونه وانتر ميلان امس في دوري الابطال. يعني دي كانت من المباريات الجميله جدا والمتعه الكرويه الحقيقيه. يعني صراحه عرض مميز جدا من الانتر، صاحبوا اداء اكثر تميزا من البارسا، ومعروف يعني انه البارسا يعني في هذا الموسم يعني بيقدم مستويات رائعه جدا، خاصه البرغوث ميسي
نعم. شكرا محمد عوض. شكرا جزيلا. مقدرين جدا، كتر خيرك حسام على الرفقة الطيبة من خلال صباح الشروق. شكرا حمزة، وكتر خير كل زملاء في فريق العمل على هذه الرفقة، تقبلوا تحياتهم وتحياتنا عبر صباح الشروق. مع السلامة. دي مشاهد من توت، نختم بها اللقاء.